مقتنيات الملك عبد الله وأسرار الملك عبد الله في المدينة النور. من مقتنيات الملك عبد الله هذه الحكمتين من داخل قصر الملك عبد الله رحمة الله عليه. الملك عبد الله ذو حكمة، دائما ذو حكمة. خلوكم الملك عبد الله الله يغفر ويرحمه ويجعله في جنات النعيم علق هذه اللوحتين في عدة قصور له. أول ما الملك عبد الله الله يغفر ويرحمه يدخل قصره يقرأ هذه الحكمة. هنا حكمة اليوم وكل يوم تقول الحكمة: كن حذرا من الكريم إذا هنته، ومن العاقل إذا جرحته، ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن الأحمق إذا مازحته، ومن الفاجر إذا عشرته. هذه الحكمة تكتب بماء الذهب. من مقتنيات الملك عبد الله الموجودة هنا في الجناح النظارة والساعة والقلم. الله يغفر للملك، هذه نظارة الشمسية. اي والله، شو سبحانك يا رب، شو وسيعة. يا الله، الله يغفر هذه. شوف هنا هذه، الله يغفر له ويرحمه. هذا القلم الخاص في الملك. هذا اخر توقيت للصلاة في قصر الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمة الله عليه، كان حريص جدا على اوقات الصلاة، فهذه كانت تطبع بشكل يومي وتوزع في مكان الإقامة الموجود فيها الملك، سواء كان في داخل المملكة ام خارج المملكة. هذا اخر توقيت للصلاة في قصر في الرياض. طب لو خارج السعودية سافر؟ طبعا تطبع وتكتب حسب التوقيت المحلي، مدينة الدار البيضاء مثلا في مدينة واشنطن. من حفظه للصلاة حريص جدا رحمة الله عليه، توزع في جميع ارجاء الإقامة اللي هو موجود فيها. الله يرحمه ويغفر له. الله يسلمك استاذ، انا شايف ايه مكتوب عليها. هذه ترمز عبد الله عبد العزيز ال سعود، هذه احدى ساعات الملك رحمه الله عليه. ايوه، هذه موجوده عند الملك من عام 1406 هجريه. ايه عبد الله عبد العزيز ال سعود. عبد الله عبد العزيز ال سعود، كل يا سلام رحمه الله عليك. وزي ما قلت لكم اخر نظاره البسها رحمه الله عليه الملك عبد الله هذه. واللي حاب اعرف الموقع استفاد وين متواجدين. متواجدين في جميع ايام معرض الكتاب في المدينه المنوره، حياكم الله، دورون جناح ان شاء الله. يعطيك الف عافيه. مركز تنسيق صوره الملك عبد الله. ما شاء الله تبارك الله، في معرض الكتاب في المدينه المنوره جوار شؤون الصحيه في المدينة المنورة جنب مستشفى الملك فهد. يعني تيجي تشوفوا الإبداع هذا، ما شاء الله تبارك الله. يفوتكم معرض الكتاب في المدينة المنورة، بصراحة راح يفوتكم الكثير.